النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. عادت أزمة البنزين إلى الواجهة بعد أن توقفت بعض المحطات عن بيع البنزين بانتظار التسعيرة الجديدة، وبرزت من جديد أزمة الرغيف مع توقف معظم الأفران عن بيع الخبز بسبب توقف المطاحن التي تتعامل معها عن تزويدها بالطحين. إذن تستمر المعاناة اللبنانيين المعيشية اليومية في البحث عن رغيف الخبز مع احتدام الموقف بين وزير الاقتصاد أمين سلام واتحاد نقابات الأفران في لبنان، واستمرار المواطن في البحث من محطة إلى أخرى لملء خزان وقود سيارته، وكل ذلك مع مواصلة أسعار المحروقات ارتفاعها الحارق، ناهيك عن مسألة الأدوية المستعصية وأدوية منتهية الصلاحية. غير أن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شكرة أكد لتلفزيون لبنان أن لا أزمة في مادة المحروقات، وأن المحطات ستتسلم مادة البنزين يوم الاثنين على سعر صيرفة، في وقت يشهد منتصف الأسبوع المقبل استحقاقا بارزا مع الاستشارات النيابية الملزمة التي وجه الدعوة إليها رئيس الجمهورية الخميس المقبل في قصر بعبدة لتسمية رئيس الحكومة. ووسط المتغيرات الحاصلة على الساحة الصينية السياسية، ستتكثف المشاورات بين الكتل النيابية والأحزاب بغية الوصول إلى تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، علما أن اسم الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال هو الأوفر حظا حتى الساعة، وفي انتظار حسم التسمية عصر الخميس ليكون بعدها التكليف، ومن ثم انطلاق قطار المشاورات النيابية غير الملزمة في ساحة النجمة. تؤكد مصادر الرئيس ميقاتي ردا على سؤال حول إعادة تسميته أن الجواب عند النواب ومرفوض اختزال إرادتهم، ولننتظر يوم الخميس. وفي هذا الإطار تشديد اليوم في العظات والخطب الدينية على ضرورة تأليف حكومة سريعا. البطريرك الراعي دعا لتشكيل حكومة جامعة، والمطران عودي أكد ضرورة تشكيل حكومة تضع خطة إنقاذية ولو صعبة. وكذلك وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للقوى السياسية دعوة لتأمين تسوية سياسية لحكومة قرار وطني. إذن البطريرك الراعي خلال قداس الأحد دعا إلى تشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن، لا تكون فيها حقائب ملك طائفة أو مذهب، وناشد جميع القوى السياسية المؤمنة بقيام لبنان الحر والسيد والمستقل والصامد أن تحيد صراعاتها ومصالحها وتوفر الاستقرار السياسي لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان. نعود فنطالب بتشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن، ونناشد جميع القوى السياسية المؤمنة بكيان لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد أن تحيد صراعاتها ومصالحها وتوفر الاستقرار السياسي، ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل أيضا لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان، وفوق ذلك إن اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي لإكمال المفاوضات مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي ولاستكمال المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية. ونظرا لعدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن والمستقبل القريب، فإن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة المقبلة ذات صفة تمثيلية وطنية محررة من الشروط الخارجة عن الدستور والميثاق
والأعراف، فلا يكون فيها حقائب وراثية ولا حقائب ملك طائفة ولا حقائب ملك مذهب ولا حقائب ملك أحزاب ولا حقائب رقابية على إحدى هذه الحقائب. نعم، نريد حكومة تتساوى فيها المكونات اللبنانية في تحمل جميع المسؤوليات الوزارية، ونريد حكومة شجاعة في التصدي لكل ما هو غير شرعي ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي. متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي رأى في عظة الأحد في كاتدرائية القديس جورجيوس أن سبل الحياة أصبحت مستحيلة في لبنان، ولا حل إلا بالإسراع بتشكيل حكومة مسؤولة تضع خطة إنقاذية ولو صعبة، شرط أن تعلن للمواطنين بطريقة واضحة وشفافة الخطوات التي ستتخذها والنتائج التي تعمل من أجلها. أصبحت سبل الحياة مستحيلة في لبنان، ولا حل إلا بالإسراع بتشكيل حكومة مسؤولة تضع خطة إنقاذية ولو صعبة، شرط أن تعلن للمواطنين بطريقة واضحة وشفافة الخطوات التي ستتخذها والنتائج التي تعمل من أجلها. على الحكومة أن تكون صادقة مع الشعب وأن تعمل من أجل مصلحة الشعب وحقوقه وحياته ومستقبله، لا من أجل مصالح الزعماء ومستغلي الشعب. الدولة مسؤولة عن مواطنيها، وإذا أخطأت عليها إصلاح خطائها. دولتنا لم تحسن إدارة مرافقها وأموالها وأوصلت المواطنين إلى ما هم عليه. الفساد والهدر والمحسوبية والمحاصصة وسوء الإدارة هي الآفات التي فتكت بطاقات البلد وأموال الشعب، وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها، لا تحمل الشعب نتائج فسادها. أملنا أن تؤلف حكومة بأسرع وقت وبلا مماطلة أو تعطيل، غايتها العمل من أجل إنقاذ ما تبقى بعيداً عن المناكفات والمصالح والنكايات، لأن التحديات كبيرة والوقت يضيع. فاتقوا الله. توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للقوى السياسية بالقول رحمة بهذا البلد الغارق باليأس والبؤس والفقر والعتمة والتضخم والدولرة والانهيار، لا يمكن أن ينهض لبنان إلا بشراكة داخلية قوية بعيدا عن لغة الغطرسة، خاصة أن لبنان بمؤشر القدرة على النهوض معدوم، ويمكن القول بأن لبنان محتل بالدولار الأمريكي وسط سياسات نقدية مالية مخزية، والمطلوب تبريد الخلافات وتأمين تسوية سياسية لحكومة قرار وطني، وأمل قبلان أن تكتب فاتورة علاج لبنان عبر شراكة وطنية. وقال تذكروا جيدا أنه لا يوجد رابح أو خاسر دائم في هذا البلد، وفرضية الطريق الثالث ممكنة لأن الوصفات الخارجية غالبا مطبوخة بالسم، ولا نريد حكومة صرير أسنان، كما لا نريد مواقف سياسية للدعاية والتطبيل. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دعا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية من أجل إنقاذ وطننا من الانهيار.
الأمر الملح هو تشكيل الحكومة، لأنه من غير وجود حكومة لا تقدم، بل هناك المزيد من الانهيار. نحن ندعو إلى إنجاز التكليف في موعده وإلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت. أتمنى أن لا يعمل البعض لحكومة مغالبة وحكومة استئثار وحكومة تصفية حسابات، بل أن يكون العمل لحكومة وطنية. والحكومة الوطنية يعني أن تجمع المختلفين وليس المتفقين فقط، لأننا تحت سقف واحد وفي بلد واحد، إما أن نعمل معا فننقذ بلدنا، وإما أن نتناحر على الحصص والمكتسبات وتصفية الحسابات، فهذا يزيد من انهيار البلد. رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن العقب الأكبر أمام إنقاذ البلد ووقف الانهيار هو الموقف الأمريكي المصر على خنق البلد ومنع مساعدة لبنان من أي دولة كانت، فأمريكا هي المسؤولة عن منع جر الكهرباء من الأردن إلى لبنان، وهي المسؤولة عن منع شركات النفط العالمية من التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وشدد خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة برعشيت الجنوبية على أن الأولوية القصوى اليوم هو العمل على وقف الانهيار، وهذا يكون عبر التسريع في تشكيل الحكومة لتتبنى وقف الانهيار ومساعدة الناس ومعالجة الأزمات، مؤكدا أن الفرصة الحقيقية للبنان والوحيدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي هي الثروة النفطية والغازية الموجودة في البحر. أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن هناك اتصالات ومشاورات مع الحلفاء والكتل النيابية لبلورة موقف من تسمية رئيس الحكومة المكلف في ظل التركيبة السياسية والطائفية في لبنان، مشيرا إلى أن موقف حزب الله من التسمية سيعلن عنه الخميس المقبل. وخلال لقاء شعبي في الجنوب لفت فضل الله إلى أن من المهمات الأساسية التي تقع على عاتق الحكومة هي معالجة أزمة الكهرباء، مطالبا رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الطاقة الحالي بمصارحة الشعب اللبناني ويقول لهم لماذا تتعطل خطة الكهرباء ومن الذي أخرها وعطل إمكانية بناء معامل كهرباء. ونحن نريد أن تنجز هذه الاستشارات وأن يكون لدينا بعد انتهاء الخميس الاسم الذي سيكلف، وأن يكون هذا الاسم قادرا على تشكيل حكومة، وأن يحظى بتصويت النواب لما نحكي من ناحية دستورية، من يحظى بأكثرية عدد النواب يصبح رئيسا مكلفا. هلا هذا يعني يبدأ يوم الخميس عندما تنتهي الاستشارة، ورد انه نحن بمرحلة تشاور، بمرحلة اتصالات، بمرحلة يعني تمحيص الافكار حول من هو الشخص الذي سيتولى هذه المهمة. أكد النائب غسان سكاف أن الانتخابات النيابية أفرزت أقاليات متعددة ولم تفرز أكثرية معينة، مشيرا إلى أن هذه الأقاليات الخمسة إذا اجتمع منها ثلاثة يمكن أن يفرزوا اسما لرئاسة الحكومة، مؤكدا أن المشاورات جارية لإنشاء بعض التكتلات الجديدة التي يمكن أن تكون مع بعضها في كل الاستحقاقات. المباحثات على قدم وساق لإنشاء بعض التكتلات الجديدة يلي ممكن أن تكون مع بعضها
في كل المساحات، من مساحة الرئاسة الحكومة إلى مساحة التشكيل الحكومي إلى مساحة الرئاسة الجمهورية. اليوم كل شخص وطني لازم يتمسك بالخط 29 يلي هو خلق من وراء مباحثات كبيرة وشغل وجهد من الجيش اللبناني يلي كمان تبع اجى من بعد جهود قامت فيها شركة إنجليزية اسمها KHO يلي هي قررت انه الخط التقني الصحيح هو الخط 29، ولكن من وقت حكومة الرئيس ميعاتيس 2011 أقرت بمرسوم 6433 الخط 23 كخط نهائي. من وقت لحلق ما صار في أي تمسك من دولة أي تمسك رسمي بالخط 29، مشان هيك يعتبر الخط 29 بالنسبة لي هو الخط التقني، ولكن خط 23 هو الخط السياسي اللي أجمعوا كل الرؤساء على أن يكون هو المفاوضات تبدأ منه وطلوع. فاصل ونعود. أحييكم مجددا ونتابع قراءة النشرة. بعدما توقفت اليوم طوابير من السيارات أمام محطات البنزين بسبب إقفال بعض المحطات ونفاذ بعضها الآخر من مادة البنزين، طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شكرة أن شركات المحروقات ستسلم غدا الاثنين البنزين للمحطات والأسعار ستكون كما هي على سعر صيرفة. أكيد إنه ما في أزمة محروقات، عملنا عدة اتصالات مع المعنيين وأكدوا إنه راح يكون في تسليم يوم الاثنين مادة البنزين على سعر صيرفة، يعني ما راح يكون في ارتفاع مثل ما بيطلع إشاعات ودعايات إنه على سعر دولار سوق السعودي، لا بالعكس راح يكون بعض مصرف لبنان عم بيغطي على 24,900 ونحن بدورنا كموزعين راح نستلم البضاعة صباح يوم الاثنين وراح نسلم المحطات. بنحب نطمن عبركم عبر تلفزيون لبنان انه الازمه رايحه للحل، والازمه افتعلت من وراء الدعايات والاشاعات بموضوع الدولار. كذلك الامر راح نشهد انخفاض بالجدول اللي راح نشوفه صباح يوم الثلاثاء، لانه اسعار النفط عالميا على انخفاض. وما بيكفي اليوم تنكت البنزين ب 687,000 وبعد ما نفكر نزيد على المواطن، رحم المواطن كفى. في الاقتصاد المشكلة ليست في تحرير الأسعار في لبنان بل بغياب الخطط الملازمة لهذا التحرير. كل التفاصيل مع المحلل الاقتصادي البروفيسور بيير الخوري. حول إمكانية دولارة البنزين، أنا بحب حيلك لدولارة كل شيء، كل شيء اليوم يتجه بسرعة إلى الدولارة. معنى ذلك أننا دخلنا بعد العام 2019 في مسيرة تحرير أسعار كاملة باستثناء أسعار العمل، كل شيء يتم تحريره، وإذا ما حصل تحرير سعر المحروقات فإن ذلك يعبر عن اتجاه بات عمره سنتان وأكثر وليس عن لحظة ضائعة في مسار آخر. هذا ما يجب أن نركز عليه. اليوم الأسعار خاصة أسعار المستوردات وأسعار الطاقة في اتجاه عالمي لارتفاعها. الدولة كانت بالزمان عم تقبض منا أكثر من الدولار، كانت عم تعمل 5,000 زيادة على السعر على الكلفة الحقيقية للمحروقات. واليوم عم يرجعوا يعملوا شيء شبيه من خلال تحرير الأسعار. ما تنسي أن كل شيء عم يتحرروا، بكرة واصلين لتحرير الأقساط. ما فينا نروح نحن نقول المشكلة بتحرير الأسعار، المشكلة بغياب الخطط الملازمة لهذا التحرير شو ما كانت. اليوم نحن بلد عايش بلا خطة، وربما يكون هذا أمر مقصود أن لا يكون هناك خطط مباشرة، لأن هذه الخطط يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عندها ما هي المفاعيل الاجتماعية وكيف يمكن تدارك تلك المفاعيل الاجتماعية. يلي عم بيصير فعليا أنه عم تمشي الأشياء وكأنه نحن ببلد سليم،
حسنا ما بقى فينا نتحمل، مصرف لبنان ما بقى فيه يتحمل، الدولة ما مع مصاري، الشركات المستوردة ما بقى قادرة تتحمل، محطات البنزين ما بقى قادرة تتحمل. في سؤال واحد ما حدا بيسأله لحاله، طيب المواطن كيف بده يتحمل؟ أساسا نحن من يوم ما دخلنا بهذا شبه الدعم المفتوح لكل الطبقات الاجتماعية كان لازم نتوقع أنه نوصل لهون. الدعم يحصل للمحتاج وكل الأسعار يجب تحريرها، القانون الاقتصادي لا يمكن كسره إلا بدول غنية جدا قادرة على تمويل الغني والفقير، لكن في لبنان ليس هذا هو الوضع ولم يكن يوما كذلك. نحن دعمنا الفقير من الغني قبل الفقير من الأول، واليوم هيدي إحدى تداعيات دعم الغني. لما نوصل لمرحلة نقول ما بقى معنا دولارات، نحن مضطرين أنه نحرر الأسعار. أعطى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي تعليماته إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتكليف شرطة بيروت بالبدء اعتبارا من صباح الاثنين بحملة لتوقيف جميع السيارات التي تقوم بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية أو لوحات عمومية مزورة، كذلك توقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير وإجراء المقتضى القانوني بحقها في مدينة بيروت، وذلك استجابة للشكاوى المتعددة الواردة إلى وزارة الداخلية وبعد تزايد عدد المخالفات. من ناحية أخرى وتلبية لشكاوى المواطنين في طرابلس من عدم التزام أصحاب المولدات في المدينة بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات، أعطى المولوي تعليماته إلى محافظ الشمال اعتبارا من صباح الاثنين لإجراء الكشف على المولدات وإجراء المقتضى القانوني لأصحاب في حال عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات بعد أن تم إنذارهم بذلك خلال الأسبوع الفائت. في صور نصف ماراثون برعاية اليونيفيل وجولة لوزير السياحة على منتجعات المدينة. نظمت جمعية بيروت ماراثون سباق وينر فورس لمسافة نصف ماراثون برعاية اليونيفيل وبالتعاون مع الوحدة الإيطالية العاملة في القطاع الغربي والاتحاد اللبناني لألعاب القوى وبلدية صور، وقد شارك في السباق أكثر من 500 عداء انطلقوا من كورنيش صور البحري باتجاه النقورة لمسافة 21 كيلومتر بحضور ومشاركة قائد القطاع الغربي في اليونيفيل ورئيسة جمعية ماراثون بيروت ميل خليل ورئيس بلدية صور حسن دبوء وممثلين عن الأجهزة الأمنية اللبنانية، وقد جرى توزيع الميداليات في الختام على الفائزين. وكان وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار قد زار مدينة صور في إطار الجولات التي يقوم بها على الأراضي اللبنانية كافة لتشجيع السياحة، ولا سيما أن لبنان موعود بموسم سياحي جيد هذا العام. وجال وزير السياحة على المنتجعات السياحية في المدينة برفقة رئيس البلدية وانطلق من استراحة صور السياحية، وقد حث المستثمرين في المجال السياحي للعمل على إنجاح الموسم ولا سيما جنوب لبنان، حيث من المتوقع أن يشهد حضور نسبة كبيرة من المغتربين. مزارعو التنبك في عكار يناشدون المعنيين بإنقاذ مواسمهم. منذر المرابي. مزارعنا بعكار وصل لمرحلة متدنية جدا جدا جدا، لأنه لا في رقابة إعلام الدولة ولا في حماية له ولا في يد مضاربة عليه. صرخت المزارع السيد وهبي هي واحدة من صرخات المزارعين في عكار الذين يعانون الأمرين بمواسمهم الزراعية، واليوم موسم التنباكي على الأبواب وكلفة الزراعة مرتفعة. مواد الأدوية والزراعة كلها صارت سقفة غالي علينا كتير، يعني رح يوصل وقت رح نقعد بيوتنا ما بقى نزرع ولا نفلح ولا نعمل شيء أبدا ونترك الأرض ونهجر الأرض. شو طلباتكم اليوم؟ طلباتنا بنناشد المسؤولين إنه بوضع إنه بيشوفوا وضع المزارع. السنة الماضية عطونا سقف مثلا كتير واطي كتير متدني. سقف الأسعار بس تستلم الإدارة منكم حسب الرخص تعطيكم سقف معين من الأسعار. يعني بفهم منك إنه السنة السعر ما بيوفي معكم. ما بيوفي معنا أبداً نهائياً أبداً ما بيوفي معنا. لأن التكلفة ارتفعت كتير. ارتفعت كتير والمازوت صار دبل. يعني يومين إحنا بدنا نجي على أرضنا وندور التراكتور ونجي على أرضنا، عرفت كيف، ونعبي مازوت والوضع سيء معنا أبداً أبداً أبداً. خبرني اليوم في معاناة وأنتم يعني مضطرين تضلكم بأرضكم لأنه هي
أرض رزقكم مش هيك؟ أكيد هي الأرض الوحيدة اللي ما نعيش منها. وتدلل الحالة هيك يعني بالعربي حنهاجر، كل 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 المزارعين يشوفوا شغلة تاني، شغلة تاني ما في غير الهجرة. نحن هون بعكار كنا ناخذ دلوم الأرض بالأول على أيام القديم، شو بدنا نحكي، كان كلفنا الشنبول 10 دلومات مليون ليرة، ما بدنا نحكي، بدنا نحكي من وقت اللي ارتفع الدولار وأسعار المحروقات قد صار الدلوم، صرنا ناخذ الدلوم مليون ليرة. في نزلت علينا مزارعين أجانب ضربتنا بالسوق، وصلت الدلوم من المليون ليرة للأربع مليون ليرة، صار ياخذ 10 دلومات ب40 وب50 مليون. نحن هون أول شغلة بدنا نبلش أساس مزير، أنا بحمل المسؤولية لأصحاب الأراضي ومالكينا إنه أنتم ما تضروا حالكم وتضروا المزارع اللبناني. ثاني شغلة من ناشد الدولة اللبنانية ترايب، هالإنسان هذا اللي عم يفلح ويزرع وهو ما معه جنسية لبنانية، خيي منان مغطى وكيف محمي وغير قانوني، نحن عم ندفع سقفات، بندفع كهرباء، بندفع يعني مي. انت هذا هم اضافي فوق، هم اضافي للمزارع فوق همومه. هلا تنكه المازوت ب 800,000، تنكه البنزين ب 700,000، العالم طفت بيارتها وعطشت اراضيها. مزارعي التبغ والتنباكة في عكار رفعوا الصوت عاليا، عسى المسؤولين يولوا الاهتمام الكافي، والا يعني هذه العائلات هي مهددة بالتشرد. من عكار منزرع المرعى بأمين سليمان، تلفزيون لبنان. في جديد بقاعات اجتماع تنظيمي للجمعيات في الجبل وتأسيسي لمرحلة جديدة من العمل الاجتماعي بهدف إعادة تنظيم عملها وتوحيد جهودها وخلق رسدامة عمل موحدة، ومن أجل دراسة أوضاع الجمعيات وآلية عملها في ظل الظروف الراهنة الصعبة. وناقشت الجمعيات المجتمعة وضع الجمعيات الوهمية التي كثرت في الفترة الأخيرة وكذلك الجمعيات غير المرخصة. والهدف الأساسي من هذا الاجتماع توقيع وثيقة تطالب المعنيين من بلديات ومؤسسات ووزارات بوقف النشاطات للجمعيات غير المرخصة. هل نحن على أبواب موجة جديدة من أوميكرون وماذا في التفاصيل؟ بالنسبة لكورونا وازدياد الأعداد، هذا الشيء عم يحصل بكل العالم بهذا الأسبوع الأخير من شهر حزيران يلي نحن مرئين فيه. بكل العالم صار في ارتفاع شوي بالأعداد، مع أنه من كانون الثاني لحد حزيران كان في انحدار متواصل بالأعداد كمان تقريبا بكل بلدان العالم. ودائما لازم نتذكر أنه نحن بعدنا عم نتعامل مع متحور أوميكرون، يعني ما صار في متحور جديد، ولكن ضمن أوميكرون صار في متغيرات أثرت شوي على نمط الفيروس وطبيعة الفيروس، ولكن السبب الأساسي لازدياد الأعداد هو التجمعات. إذا بناخد هلأ شهر أيار وآخر أيار أول حزيران، صار في كتير مناسبات، تخرج طلابي، احتفالات عودة مغتربين بأول الصيف، كل هيدي المناسبات هي بتسجل من بعدها ارتفاع بالإصابات بكورونا، لأنه بصير في يعني تداخل واحتكاك بين الناس من دون ضوابط كما يجب أن يكون. يعني زائد أنه هلأ الإصابات بكورونا كلها تقريبا عم بتكون خفيفة. آخر أسبوع بلبنان تسجل يعني حالات الإصابات، كانت حالات الوفاة تقريبا 8 من شهر لهلأ، 8 حالات يلي هو يعتبر أنه رقم تحت 1%. في أخبارنا الدولية، الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. يتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، وقد دعي حوالي 48 مليون ناخباً للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيراً على غرار ما حصل في الجولة الأولى وفقاً لاستطلاعات الرأي. وفتحت مراكز الاقتراع الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش، وتغلق الساعة 4 بعد الظهر بذات التوقيت باستثناء المدن الكبرى، حيث مدد الموعد النهائي حتى الساعة 6 على أن تبدأ التقديرات الأولى بالظهور تباعاً. ويتوقع منظمو استطلاعات الرأي أن يحصد معسكر ماكرون أكبر عدد من المقاعد، لكنهم يقولون أنه ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال الوصول إلى العدد المطلوب لتحقيق أغلبية مطلقة،
وهو 289 مقعدا. وتشير استطلاعات الرأي أيضا إلى أن اليمين المتطرف سيسجل على الأرجح أكبر نجاح برلماني منذ عقود، في حين قد يصبح تحالف موسع من اليسار والخضر أكبر جماعة معارضة. وكان الرئيس الفرنسي لوح في وقت سابق بفزاعة المتطرفين الذين سيثيرون في حال فوزهم الفوضى، متهما إياهم بالرغبة في إخراج فرنسا من أوروبا. جونسون يقدم خطة من 4 نقاط تدعم كييف وتعزز موقفها، والداخلية الأوكرانية تشدد على صعوبة الوضع في خاركوف. نبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحلفاء الغربيين إلى ضرورة الاستعداد لما وصفها بالحرب الطويلة الأمد في أوكرانيا، كما حض على تقديم دعم متواصل لكييف أو المخاطرة بأعظم انتصار للعدوان في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأكد جونسون أن الدول الأجنبية الداعمة لكييف يجب أن تتحلى بالجرأة لضمان أن يكون لدى أوكرانيا القدرة الاستراتيجية على الصمود والانتصار في نهاية المطاف، مضيفا أن مهمة الغرب حاليا هي جعل الوقت يعمل لصالح القوات الأوكرانية. وقدم جونسون خطة دعم من 4 نقاط تساهم في تعزيز موقف السلطات الأوكرانية وصمود قواتها على الجبهات. ميدانيا، وبعد تكثيف الضربات الروسية الجوية في محيط المدينة، أكدت السلطات الأوكرانية أن الوضع في مدينة خاركوف صعب للغاية، وأعلن مستشار وزير الداخلية أن القوات الروسية تحاول التقدم والاقتراب من أجل قصف قلب المدينة مرة أخرى. وكان الجيش الأوكراني اتهم سابقاً القوات الروسية بإطلاق قنابل فوسفورية على خاركوف وتدمير البنى التحتية العسكرية. تزامناً، خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من العاصمة كييف في زيارة إلى مدينتي ميكالوفا وأوديسا الجنوبيتين، وتفقد المباني المتضررة والتقى الجنود والمسؤولين والعاملين في قطاع الصحة. قمة ثلاثية بين مصر والبحرين والأردن في شرم الشيخ، وقادة الدول الثلاث يؤكدون عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية وأهمية تعزيزها. عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس رحب بشقيقيه البحريني والأردني ضيفين عزيزين على مصر، معربا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة، مؤكدا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن. من جانبهما، أشاد ضيفا مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم. وتناولت المباحثات العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة. كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية. والآن إلى الصفحة الرياضية مع داني حرب. عقدت اللجنة الأولمبية اللبنانية مؤتمر صحفي أعلنت من خلاله رسميا تشكيل البعثة لدورة ألعاب البحر المتوسط 19 اللي راح تستضيفها مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 حزيران الحالي لغاية 5 تموز المقبل. وكان المؤتمر اللي عقد بمقر اللجنة الأولمبية بمنطقة بعبدة تقدم حضوره رئيس اللجنة الدكتور بيير جلخ ونائبي الرئيس جاك تامر وأسعد النخل والأمين العام العميد المتقاعد حسان رسم وعضوي اللجنة أمين الصندوق خضر مقلد ووليد الدمياطي. افتتاحا بالنشيد الوطني ثم الأولمبي وترحيب وتقديم المستشار الإعلامي حسان محي الدين ثم كلمة رئيس اللجنة بالمناسبة اللي قال إن مرة جديدة رح يكون الرهان فيها على الطاقات الشبابية الرياضية بالاستحقاقات الخارجية
وها هي البعثة اللبنانية لدورة ألعاب البحر المتوسط 19 بمدينة وهران بالجزائر الشقيقة اللي بيغادر أفراد خلال الساعات المقبلة، وهن عم بيحملوا كل الإرادة والعزيمة والتصميم ليكونوا بمستوى التحدي خلال المنافسة، مدركين أنه المهمة ما رح تكون سهلة بحكم الظروف الصعبة اللي عم بيمر فيها وطننا الغالي لبنان على كافة الصعد والمجالات، ولكنها مهمة وما رح تكون مستحيلة بحال التزم اللاعبين ولاعبات المسؤولية الوطنية والأخلاقية وتوجيهات الإداريين وتعليمات المدربين. ختام النشرة، إلى اللقاء.